حياكم الله. إذا كانت إسرائيل تسعى فعلا لإنشاء سفارة إلها في بغداد بدعم أمريكي، وهذا لا يعني أنها بحاجة إلى سفارة لإثبات وجودها على الأرض العراقية حسب أطراف محلية. ولو أن الحج الشعبي يتقدم في محاور القتال ببسالة، فهذا لا يعني أنه ليس بحاجة إلى دعم لوجستي. وإذا رفضت المجر عبور اللاجئين العراقيين، فهذا لا يعني أن النمسا راضية عن ذلك. وإذا تعاقدت الحكومة العراقية مع شركة بريطانية لحماية مصافي النفط ب200 مليون دولار، فهذا لا يعني أن الحكومة عاجزة عن توظيف أبناء البصرة في حماية هذه المنشآت بدلاً من الإنجليز. وإذا ظاهر شباب الحفري احتجاجاً على البطالة، فهذا لا يعني أنهم يرغبون بالهجرة. هذا وغيره بنيوز روم، تابعونا. مصادر محلية تؤكد أن إسرائيل تسعى لإنشاء سفارة في بغداد بدعم أمريكي. فصائل الحشد الشعبي تحقق الانتصارات وترفع صوتها طلبا للدعم اللوجستي. البرلمان يقرر تعيين حملة الشهادات العليا في الوزارات العراقية. أزمة دبلوماسية بين النمسا والمجر، وبسبب التعامل المجري مع اللاجئين العراقيين والسوريين. الدور في الأوساط المحلية أن إسرائيل تسعى لفتح سفارة إلها في بغداد بوساطة أمريكية، وحسب الخبير الأمني حمزة أبو الصوف فإنه سيتم تعيين نائب رئيس مجلس اليهود الشرقيين ونائب رئيس المجلس اليهودي الأوروبي من أصل عراقي المقيم في بريطانيا إدوين شكر كعراب للمخطط الإسرائيلي الأمريكي في بغداد. أوضح أبو الصوف أن تعيين إدوين شكر سيتم وفقا للمخطط الإسرائيلي الأمريكي في بغداد، والتعامل معه بصفة سفير لإسرائيل ولكن بطريقة غير رسمية لحين الإعلان عن ذلك في وقت لاحق. وبين أن السفارة الأمريكية المتواجدة في المنطقة الخضراء ببغداد راح تتكفل بحماية شكر. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي في الأستوديو النائب رزاق الحيدري، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية. السلام عليكم، حياكم الله وبركت. حياكم الله. وراح يكون موقع السفارة الإسرائيلية ببغداد؟ والله السفارة موجودة ظاهراً، السفارة الأمريكية هي اللي تقوم بالدور الإسرائيلي ورعاية المصالح الإسرائيلية موجودة يعني السفارة. يعني تقرون بهذا الشيء؟ والله حنتحدث بصراحة مع أبناء شعبنا يعني حقيقة. هي قضية جيدة. نعم. بالنسبة للمخطط اللي صار على العراق واحتلال العراق وتدمير الدولة العراقية وصول الوضع في العراق لهذا الحد. يعني الخارطة الرئيسية والمهم فيها هي تأمين إسرائيل. يعني حقيقة هناك تحليلات دقيقة. كان العراق منطلق أو محطة أو واجهة أو مصاد، شنو اللي تسمي؟ لا، كان المعوق الرئيسي وجود النظام في السابق، وجود النظام لإجراء هذه التغييرات اللي موجودة. طبعا البريطانيين والأمريكان احترفوا بخطأهم بتقسيم المنطقة على أساس اتفاق السايكس. قضية وجود النظام. نعم. اليوم عندنا طبقة سياسية أو محددات أو واجهات سياسية ممكن تسهل وجود السفارة الإسرائيلية بالعراق أو وجودهم بشكل عام؟ أبداً لا، قلت لك بصراحة كسفارة أنه عليها العلم الإسرائيلي ما راح يصير، لكن هو الغاية من وجود سفارة دولة في دولة أخرى تأمين مصالحها. فإذا كانت السفارة الأمريكية والأمريكان بصورة عامة هم راعين للمصالح الإسرائيلية، فماكو داعي يجازفون هاي المجازفة في هذا الوقت. صحيح اليوم الدولة العراقية في مشاكل كثيرة، لكن الإسرائيليين وحتى الأمريكان ما راح يجازفون ويرفعون علم إسرائيل. أكو شيء مع وجود السفارة الإسرائيلية ببغداد؟ لا، ما هم ما راح يجازفون إنه هساني ما راح يجازفون، بس أكو شيء يمنع؟ لا، هو ما راح يمنع فتشي، لكن المنطقة بصورة عامة ما راح تستقبل، وحتى المتعاطفين مع الإسرائيليين في قد أنه بعض الشخصيات أو الجهات السياسية في العراق عندها تعاطف وعندها تعامل. طيب مع الإسرائيليين. قبل ما نكمل صالح حسين، إذا الصورة جاهزة لإدوين شكر تكون ويانا على مود نعطي صورة لإدوين شكر اللي هو
المرشح. طبعا إدوين شكر هو يهودي من أصل عراقي متهم بانتماء طبعا للماسونية العالمية. هاي الصورة اللي شارها إدوين شكر على صفحته بالفيسبوك بشهر نيسان قبل حوالي 4 أشهر، كان في بغداد، وهاي وحدة لزقة ببغداد بالأحياء السكنية. وتحدث تقارير أخبار إن شكر مثل ما تحدثنا عنه إنه هو رجل أعمال يهودي عراقي ورئيس نائب رئيس مجلس اليهوديين الشرقيين اللي معروف باسم السفارديم، ومقيم حاليا بريطانيا، وصل إلى بغداد قادم من لندن بنيسان 2015. هاي الزيارة كانت لاستعادة جنسيته العراقية باعتباره غير مسقط للجنسية، ويحمل رقم هوية عدم الإسقاط. طبعا هذا حتى تكون القضية منطقية واقعية، تحمل الرقم 916 على 928، وحصل بموجب هذا الشيء على جواز سفر عراقي نافذ المفعول. والأخبار اللي عندنا تقول إن شكر يكثر من السفر في الفترة الأخيرة بين القاهرة واليونان للقاء مهتمين بالشأن العراقي. هذا هسه احنا هذا الشخص هو مرشح ل أن يكون سفير هسه معلن غير معلن لإسرائيل بالعراق، ومعروف إنه هاي الدول تتخذ من شخصيات ذات أصول نفس هاي المنطقة، بالتالي راح يكون هذا التعامل وياها ممكن أن يكون شخص بالواجهة. سمعنا كلام كثير إنه إسرائيل وبعيدا عن التطبيع معاها، وهذا الرفض راح تكون واقع أو يكون الحكومة والشخصيات السياسية واقعية بالتعامل مع وجودهم هسه داخل السفارة وخارجها، السفارة الأمريكية طبعا. أنا قلت لك خلنا أوضح لك أنه بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين ما راح يخطون هاي الخطوة أبداً في هذا الظرف، يعني حتى مع ضعف العراق. وجود سفارة معلنة. وجود سفارة معلنة، لكن هو المخطط هذا الشيء اللي لابد من معرفته، يعني كعراقيين لابد من أن عرفه. أنه قلت لك كل ما حدث اليوم على العراقيين وعلى العراق وحتى هاي الحرب اللي موجودة واحتلال أكثر من ثلث أراضي العراق، هو الهدف الرئيسي من عنده إعادة الخارطة في المنطقة. يعني قلت لك أكو شخصيات إنجليزية يعني بريطانية وأمريكية احترفوا في محافل كثيرة إنه هم غلطوا أيام سايكس بيكو، غلطوا فما قسموا المنطقة بصورة يحتقدون إنه يعني عادل. إعادة سايكس بيكو بطريقة أخرى. بطريقة أخرى حتى يكون على أساس مذهبي وعلى أساس يعني قومي في كثير من يعني الخارطة اللي راح تكون يعني ككردي كسني كشيعي في خاصة في العراق، وإلحاق بعض تصورهم هذا إلحاق بعض المناطق في دول بالتالي أخرى. بالتالي التأكيد إنه إسرائيل صارت شيء واقع بالمنطقة. بالضبط، يعني يردون منطقة عازلة عن التهديد. بصراحة تهديد اليوم اللي يعتبرونه قوي اليوم على إسرائيل هو يأتي من الشرق، يعني أكو هناك اعتقاد عند مجموعة من المسلمين يحتقدون أنه إسرائيل هي شيء خطر على المنطقة وخطر على معتقدهم وعلى دينهم وعلى توجهاتهم. هذا التوجه أحشي لك بصراحة قد أنه يكون عند الشيعة أكثر، يعني هذا التوجه فيردون وراهم. بالضبط بالضبط، حتى نحكي بالصراحة يعني يعني شلون بالواضح، فيردون حاجز يكون محافظ على مصد لإسرائيل. شنو اللي يختلف العراق عن باقي الدول العربية أو بعض الدول العربية اللي فتحت سفارة لإسرائيل بعواصمها؟ والله أتصور فقط قطر، يعني قطر باعتبارها لا موجودة، رجعت فتحت السفارة بالقاهرة وبعمان وبقطر. نعم. موجودة سفارات حتى بدول المغرب العربي، المغرب وتونس موجودة عندهم سفارات. البيئة الاجتماعية العراقية رافضة لهذا الشيء، حتى لو فرضت بالقوة ما راح تصير هاي في أنا في الزمن القريب قد إنه يعني سنوات. ولهذا تأكدت ما راح تكون معلنة. ماكو ما يعني ماكو في شيء معلن اسم السفارة الإسرائيلية وعليها علم، لكن السفارة الأمريكية مؤدية هذا الدور، يعني هذا العمل اللي صاير اليوم كله بالعراق وهذا التشنجات اللي صارت. طيب. مع مكونات الشعب العراقي وتمزيق الشعب العراقي إلى هذا إلى دور كبير بالنسبة لهم الأمريكان بهذه القضية. طيب شنو صحة المعلومات اللي تقول أنه كان اجتماع بمجلس النواب مع شخصيات يهودية داخل مجلس النواب، يعني هذا الاجتماع أنه لإعادة إحياء الشعائر أو الاحتفالات اليهودية مستندين أن الدستور العراقي أعطى الحرية لكل الأديان أنه تمارس طقوسها؟ أنا ما عندي علم بهذا الموضوع لحد هاي اللحظة، ما كان عندي علم بهذا القضية، وحتى لو صايرة ما ممكن إنه لا أكو عندنا بشعبنا يعني يحتنقون هذه الديانة، ما كفت مشكلة أبداً إذا يريد يمارسها بشعاره بدون ما تخل بالنظام العام أو بال يعني تعارض هذا كلامك تحاول تفصل بين الصهيونية واليهودية. بالضبط بالضبط، أنا أقول أنظر إلى اليهودي كأبناء شعبنا، ما عندنا كل مشكلة معه، أي ديانة موجودة ما متحسسين من عنده مطلقا، أما النظرة اللي موجودة عند الصهيونية هذا اللي عندنا مشكلة معه. طيب اسمح لي نشكرك النائب رجاء حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله.
أفادت قيادة عمليات الأنبار اليوم الأحد أن أكثر من 25 إرهابي من تنظيم داعش قتلوا. تم تدمير مستودع كبير للتنظيم بقصف جوي شن التحالف الدولي في منطقة آل بعيثة. وأضاف البيان أن التحالف قصف أيضاً أكبر مستودع أسلحة لداعش في منطقة الجرايشي، كما أفادت مصادر أمنية بوصول مئات الجنود الأمريكان القاعدة الحبانية شرق محافظة الأنبار قبل أيام. ما يتعرض إلى أبناء الحشد الشعبي في ساحات القتال ليس بالأمر الهين، خاصة وهم يواجهون عدو متعدد الإمكانات والدعم، وأغلب الفصائل المقاومة تشكو نقص الدعم اللوجستي والاعتماد على تمويلهم من خلال التبرعات أو الإنفاق الذاتي الفرد. تتواصل مؤتمرات الدعم والإسناد في محافل الأوساط السياسية والشعبية لاستذكار بطولات فصائل الحشد الشعبي وما حققته من انتصارات على تنظيم داعش بمحافظة ديالى، إلا إنها لم تتعدى كلمات الثناء والإشادة متناسية حقوقهم واحتياجاتهم التي لم يحسب لها حساب من قبل الحكومة والبرلمان. ولا احنا ما عدنا رواتب، إنه بندعمهم، يعني احنا بفلوسنا بنفسنا جاي اليوم نسوي، احنا بالنسبة لنا جاي اليوم نسوي من عندنا الاشتراك مو من عندهم، وندعمهم وهم ما يدعمونا. هنالك فقرات بالقانون الجديد اذا ما تم الاتفاق عليها سوف يضمن حقوق هؤلاء المقاتلين، تخصيص جوانب مالية بالموازنة العامة، تخصيص جوانب مالية لكي يكون هنالك حقول في توفير المال لغرض صرفه على كرواتب للمقاتلين. والله مستقبل الجندي هسه مثل ما يقول جاي يركض بالقرمه وبالانبار بصلاح الدين، هذا غير يكون له مستقبل؟ ما اعرف والله شو قسم، بعضهم الشهداء استشهدوا ما شفنا كل شنطوهم، فلهذا السبب الشباب قامت شوي تصير عندها رد فعل. انت اساني مقاتل اروح اقاتل كان من يكون، وعندي اطفال من استشهد، غير له مستقبل؟ ما يتعرض له أبناء الحشد الشعبي في ساحات القتال ليس بالأمر الهين، خاصة وهم يواجهون عدوا يتفنن في أساليب الغدر والقتل، ما يستوجب من الحكومة توفير مستلزماتهم العسكرية التي تشكو أغلب الفصائل نقصها والاعتماد على تمويلهم ذاتيا. كلها على حساب والله، الله وكيل، لازم من يجي يشتغل عمالة يومين هيك ورد نلتحق، وهاي ما لازم من يجي من الدوان الباب البارحة نزلت اليوم راح ردر اليوم نزلت هنا وجي جا ردر يشتغل باكر عماله ردر روح للبيت ردنا وبنا ننزلها مرد التحق انه رواتب لحد اليوم ما بسلمين، ما استلمنا كل شيء لحد اليوم زين، 7 أشهر صارنا كل شيء ما بسلمين زين، كلها من جيبنا، العنده هاي شيء يبيعها، العنده شيء يبيعها ويروح بيها، كلها تجهيزات من عندنا من جيبنا الخاص، ملابس من عندنا، درع من عندنا، كله من عندنا. فمنذ 7 أشهر أو أكثر لم يتسلم أغلب فصائل الحشد الشعبي رواتبهم، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات فعلية تضمن حقوقهم التي لا زالت مرهونة بقانون الحرس الوطني المتعسر إقراره حتى الآن. نسبة أنباء إلى مصادر أمنية بوصول مئات الجنود الأمريكان القاعدة الحبانية شرق محافظة الأنبار قبل أيام، وذكرت هاي المصادر بتصريحات صحفية أن وصول الجنود الأمريكان كان عبر عربات عسكرية نوعها بي في ظل قرب انطلاق عملية عسكرية تهدف لاستعادة مدينة الرمادي من تنظيم داعش الإرهابي اللي تمكن من السيطرة عليها قبل عدة أشهر. وأضافت أن هذا الوصول رافقه انسحاب كامل المقاتلين الحشد الشعبي من كل المناطق اللي تقع حول مدينة الرمادي وصولا إلى مدينة الفلوجة شرق المحافظة. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي السيد كريم النوري عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي. حياك الله سيد كريم. حياك الله. حياك الله. سلام. وصيهم لهذه المرحلة يبيع هايشة على مود يروح يحصل فلوس الكروة يجيب سلاح لو شوف شنو نقوصاته. والله هذا حتى لو كنا نعاني منه لكن طبيعة المعركة لا تقتضي منا أن نكشف لعدو غاشم معركة التضليل واللا مؤثرة، لذلك نحن مررنا بظروف أصعب من هذه الظروف في معركة المعارك العظيم معارك السعدية، بعض الأوقات حتى همرات ما عندنا كافية لكن لم نعلن ذلك، لأن الإعلان عن ذلك وقضية الرواتب هاي ربما تعطي رسالة للدواعش مشوشة. لذلك بس هاي نفس الحالة اللي كانت أو بدايات انكسار الجيش وانسحابه أو هروبه، خلينا نكون واقعيين، من الموصل حالات نفسية تراكمية وصلت بها المرحلة. الحشد الشعبي بداياته مندفع
بس راح توصلهم لهاي المرحله. لا هو لا عفوا بصراحه اقول لك استاذ هارون المعركه الحقيقيه اننا نحمل اهم شيء طبعا اهم سلاح لدينا هو سلاح العقيده الاندفاع والاستقتال والشهاده هذا الذي حققه اربك داعش وليس قوه السلاح. ممكن تستنزف هاي العقيده وتقل؟ من الصعب ما زال ورانا مرجعيه ورانا رجال اشداء يؤمنون بالشهاده وكذلك انا اؤكد مرارا باننا لا نحتاج الى سلاح يحمله الرجال بل نحتاج الى رجال يحملون السلاح ولو كان للسلاح معيار للنصر او الهزيمه لاصبحنا في الموصل منتصرين. اذا نحن نحتاج الى رجال عقائديين ونعم هناك بعض النقوص بس الامريكان هسه جو بدالكم بالرماد ما يقدرون يجون امريكا لم تفرض بجندي واحد على الارض ليش تكابروا وتاخذ لا انا اقول لك الرماد نفسهم يقولون موجودين بحضانة نعم لا قد يكون مدرب يعني سواء على مستوى التدريب والاستشاره لكن على مستوى الارض انا اقول لك بصراحه نحن نقاتل في كل منطقة يتواجد فيها داعش. قضية مواجهة داعش لا تخضع للمساومات السياسية أو الابتزاز السياسي وكذلك لا نقاتل في خندق فيه الأمريكان يعني نحن سنقاتل ولهذا انسحبت لأن وجود ما عندنا انسحاب من يقول انسحاب هذه التسريبات ليس صحيحة. أنا شيوخ العشار بالأنبار وخاصة بالخالدية أحكي بالتحديد في البداية قالوا إحنا طلبنا من الحج الشعبي الانسحاب وراح تلزم العشار والشرطة المحلية طلعوا الامريكان يردون يلزمون من شافوا عندهم نقص بالدعم والاسلحه والمؤن قالوا احنا تورطنا من قلنا الحج الشعبي تعال طب وجبنا الامريكان هذا واقع صار. لا اولا اقول لك نحن حقيقه كحج الشعبي ناتمر بامر قياداتنا الى الان لم يصدر اي امر بالانسحاب والانسحاب يعني الهزيمه بالنسبه لنا ما نعطي حقيقه هديه مجانيه لداعش الان اي رساله بالانسحاب لداعش يعني الانتصار. ما حصل في الرمادي بعد تجريد الجيش والشرطة من الحج الشعبي حصلت النكسة ولن نسمح بتكرار النكسة. نعم أمريكا أعطت وعود أن الرمادي خط أحمر لكن أين الوعود؟ سقطت الرمادي وبدأ التبرير. لذلك أعتقد أننا لم ولن ننسحب ما زال داعش موجود. زين سيد كريم تسمح لي تنكر أنه سعادة تأخير دخول الفلوجة كان سبب الأمريكان؟ واحد من الأسباب، الأسباب الأخرى قد تكون إنسان. السبب الأقوى. نعم هي أسباب متعددة منها يفترض أن تكون تعزيزات جيدة، خطط محكمة، تقطيع أوصال داعش، معركة كبيرة. الرمادي لم تكن سهلة أستاذ هارون، ثلث مساحة العراق ترتبط بمساحات وحدود شاسعة واسعة مع سوريا، ولذلك نحن نقول بصراحة نحن الآن في مهمة مدعومة بفتوى الإمام السيستاني وبأوامر الحكومة العراقية نقاتل داعش. أما أمريكا ربما توظف القوة العسكرية لخدمة السياسة نحن بحقيقة ما نعرف نلعب هاللاعب. ربما أمريكا تورطوا بالمراهنة على القوة الجوية العراقية وطيران الجيش هسه ما نقول عندهم تقصير لكن النقص واضح بالطيران بالعتاد بالتالي لا خليت التحالف الدولي يساعدكم لا ما عندنا مشكلة لا بالعكس بإمكان طبعا أول نقطة أقول بإمكان التحالف الدولي ضرب أرتال وتجمعات ومقرات داعش المتواجدة والقادمة من سوريا من الرقة. ثانيا نحن نحترم اتفاقات الحكومة العراقية مع التحالف الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك اتفاقات ملزمة لكن الاتفاقيات لا تعني الإملاءات لا تعني الضغوط والشروط لاستغلال الوضع العراقي. وهو هسه هذا هاي النقطة الأهم إملاءاتهم أنا المعلومات اللي عندي هسه تكون صح وتكون غلط إنه ابتعادكم عن كل ما شبر داخل الرمادي تكون أو الأنبار بشكل عام تكون خارجها تواجدكم على خطوط التواصل بينها وبين بيجي بينها وبين هاي المناطق الخالدية وغيرها لكن كدخول منعوكم من عند الأمريكان. نحن نواجه داعش ولا نحتاج إلى رخصة أو إذن من أحد ليسمع العالم كله. نحن من يواجه داعش وعندما دخل داعش الأمريكان كانوا يتفرجون أما يأتي الآن ليشارك في منصة التتويج هذه مشكلة حقيقة على هذه الدول أن تحترم سيادة العراق وإرادة العراق أن تكون العلاقات الدولية بهذه الطريقة السافرة تدخلات وإملاءات. زين أنا ما بقى عندي وقت كثير شنو حقيقة نشوف خلاف بين السيد العبادي من جهة وبين السيد العامري والمهدي المهندس من جهة على مود قضية الأمريكان أو طلب بشكل رسمي من السيد العامري والمهندس بالانسحاب من الفلوجة أو من الرمادي؟ والله أنا أعتقد أن القائد العام القوات المسلحة الدكتور العبادي والشيخ المجاهدين هادي العامري
الحاج المجاهد ابو مهدي مهندس كلهم يقاتلون في خندق واحد. لا اعتقد انما هناك تسريبات ان صح التعبير عن طريق الفيسبوك، هم الان متفقون على مواجهه داعش. نعم قد تكون هناك تصورات اراء متعدده، لكن الاتفاق واضح، لكن بين وجود الحشد الشعبي هو اللي يقود وبين الامريكان، هسه احنا ما متفقين، كلهم متفقين على مواجهه داعش. انا باختصار اقول لك سنقاتل في اي منطقه يتواجد فيها داعش، ولا نكون في اي خندق فيه الامريكان. هاي الاخيره اللي اكد عليها. نعم اي خندق على مستوى الارض. المستشارون اتفاق مع الحكم، شوف انا اقول لك بصراحه الاتفاق مع الحكم امر طبيعي، اما نحن ليس لدينا ارتباط او علاقه او تنسيق مع الامريكان، ولكن على الارض نحن نواجه داعش، واذا كان هناك ذلك ننصح الاخرين بعدم تحويل الظروف العراقيه الماليه والامنيه الى ضغوط وشروط. اذا كان هناك مخاوف من تنامي قدرات الحشد الشعبي من اجل الامن الاسرائيلي، فهذه المشكله تخص امريكا واسرائيل، اما نحن تتحدث قبل اللحظات عن سفاره وغير ذلك. لذلك نحن ننصح الاخرين بان قوه الحشد الشعبي قوه شعبيه ولا يمكن احتواء ذلك. اكيد راح يكون حديث مطول، اسمح لي نشكرك السيد كريم النوري عضو هيئه الراي في الحشد الشعبي. شكرا لك. حياكم الله ساره. حياكم. صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يلزم الوزارات بتعيين 5% من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه. أزمة الرئاسة الكردستانية قائمة، وجبل جليد الخلافات يتجاوز سطح المحيط الإقليمي. بسبب الخلاف حول معاملة المهاجرين لا سيما العراقيين والسوريين، توتر العلاقات الدبلوماسية النمساوية المجرية. تستأنف الأحزاب الكردية اجتماعاتها في مدينة أربيل أملا في الوصول لحل بشأن رئاسة إقليم كردستان. والأحزاب الرئيسة المعنية بالاجتماع هي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. وعقدت الأطراف الكردية عدة اجتماعات في مدينتي أربيل والسليمانية، لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بخصوص أزمة رئاسة الإقليم. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو النائب مثنى أمير رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني. يعني بالبداية راح يستمر السيد البرزاني لسنتين، المعطيات شنو تقول؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أعتقد في مرة سابقة أيضا تكلمنا عن هذا الموضوع، قلنا إن موضوع القوانين الموجودة حاليا لا تسمح بهذا الاستمرار إلا عبر حزمة من الإصلاحات على ضوءها يتم تعديل القانون الرئاسي. ولا أعتقد أن المشكلة عندنا مشخصنة في شخص البرزاني إذا كان يبقى أو لا يبقى. القضية ليست هي شخصية، ليس هناك اعتراض معين على شخص السيد مسعود البرزاني. أنتم خايفين على الديمقراطية اللي عاشتها كردستان قبل باقي مناطق العراق؟ وبلا شك نحن نريد أن نقدم نموذج مشرف لكل العراق ولكردستان تحديدا، ولذلك نحن حريصون فعلا على أن تبقى هناك يعني توافقات تضمن أن العملية الديمقراطية لا تتشوه ولا تشخصن أيضا المشاكل في شخص السيد البرزاني الآن، وإنما هناك حزمة من الإصلاحات يجب أن توافق عليها، وأعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى تنازلات من جميع الأطراف. طيب قبل ما تحدث عن التنازلات، كان سؤالي ممكن أن يكون شنو اللي ممكن ينهي الأزمة الرئاسة بكردستان، لكن الآن ممكن يكون السؤال شنو اللي أخر وجود إصلاحات أو اتفاقات ممكن تنهي أزمة الرئاسة، بالتالي ممكن يقف وراها السيد البرزاني وحزبه حتى لا تنهي وجوده في رئاسة الإقليم. شنو اللي أخر كل هذا اللي تفضلت به حضرتك؟ هو بلا شك الظرف الصعب الذي يمر به العراق بمعظم أطرافه وبكردستان أيضا جزء من مشهد الإرهاب الذي يحصل الآن في العراق وتصدي الشعب العراقي جميعا بما فيها كردستان لهذا الإرهاب، كذلك الأزمات المالية العميقة الموجودة في بنية النظام السياسي الآن والاقتصادي في العراق،
أيضا ربما تعقيدات التدخلات الإقليمية والمشهد القائم الآن المربك بالنسبة للجميع. يعني نحن أمام على رمال متحركة نمشي وليست على بنية ثابتة. بالتالي تعتبرون تأثيرات اللي موجودة والمشاكل بالعراق مؤثرة على الموجود بلا شك هي مؤثرة تماما، وربما هذه الأوضاع الآن تعتبر إما تبريرات أو حجج لتأخير عملية الإصلاح الذي كان ينبغي أن يكون سابقا. طيب إذا سمحت لي سيد مثنى، هاي مشكلة الرئاسة أيضا انفتحت أو كانت تأثيراتها واضحة بانتخابات مجالس محافظات كردستان الثلاثة سليمانية وأربيل ودهوك اللي جرت بأيلول 2013، أيضا فتح الموضوع واتفقت الأطراف أنه خل تمشي الانتخابات بهاي الطريقة، يمدد للسيد البرزاني سنتين تكون سنتين نهائية. بهاي السنتين ليش ما استفاديتوا منعته ووصلتوا إلى اتفاق؟ ليش وصلتوا بعد نهاية السنتين؟ يعني هو صار جزء المشكلة بكل العراق، دائما الاتفاقات هي اتفاقات الأمتار الأخيرة. نعم. بس ليش أنتم ما قعدتوا خلال هاي السنتين وصلتوا لاتفاق مع وصلتوا الآن بفرق دستوري؟ للأسف نحن نعترف أن هذا الأمر هو إخفاق في بنية النظام السياسي الكردستاني الذي كان من المفترض أن يتدارك مثل هذه الأمور الإصلاحية وغيرها، وكان هناك حقيقة خلافات بخصوص شكل الدستور الذي سيحكم به الإقليم. ربما هذه الخلافات كان هناك أطراف مستفيدة من تأخير مثل هذه النقاشات وتأخير مثل هذه الإصلاحات لكي يوقعنا في هذه الورطة اليوم. نحن في الحقيقة نعتقد أن هذه التبريرات التي تساق أحيانا كحجج هي في أصلها تبريرات لفشل أنظمتنا السياسية على تجديد نفسها. طيب فنعترف أيضا أن هذا إخفاق وفشل، ولذلك نحن يعني فعلا نقول تجديد نفسنا، بالتالي هي نفس الوجوه ممكن تتكرر. هي هذه الوجوه للأسف. احنا النظام السياسي ربما في المنطقة بشكل عام وفي العراق وفي إقليم كردستان أيضا هي أنظمتنا تتشابه في أنها تقاد وتساق من وجوه قديمة في الحقيقة لا تستطيع ربما أن تتواكب مع المرحلة. هذه الوجوه القديمة ترجع إلى فترة التضحيات التي قدمت وربما ارتبطت بمعاني تاريخية بقيم من التضحية بتضحيات معينة لأسرة معينة أو لحزب معين. الآن يفرض نفسه على استحقاقات ديمقراطية من المفترض أن تكون بينها وبين هذه المسائل التاريخية والاستحقاقات القديمة. بالتالي راح تكون بقوة بقانون تحديد الرئاسات. نحن الإقليم أيضا يشمل هذا القانون. جميع الأحزاب الأخرى غير الحزب الديمقراطي الآن مصر على أن تكون هناك إصلاحات في مقابل التجديد للسيد رئيس. شنو اللي طالبيه أنتوا الأحزاب ما عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ شنو اللي طلبتوه رفض الحزب الديمقراطي؟ هو في الحقيقة طلبتوه أو طرحتوه لحل الأزمة؟ هو المفترض أن تكون هناك شراكة وشفافية. هذه الشراكة والشفافية للأسف هي مرت بمراحل عديدة في تاريخ إقليم كردستان. طيب هذه الشراكة كانت في البداية بين طرفين الحزبين الرئيسيين فقط، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. والحزب الديمقراطي، ثم بعد ذلك صارت هناك معارضة من ثلاثة أحزاب، التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. اعتبرتها حالة صحية؟ هي حالة صحية بلا شك. أي نظام سياسي محترم يجب أن يتأسس على قوائم المعارضة والسلطة. طيب. حتى تكون هناك رقابة للأداء وأداء متميز والمنافسة على هذا الأمر، لكن بسبب الظروف الحالية وبغية إيصال مطالب المعارضة إلى داخل السلطة، والسلطة طرحت فكرة أنه لماذا لا تأتون بمطالبكم إلى داخل الحكومة بشراكة وطنية نقوم بهذه الإصلاحات. هذا الكلام مش وقت هذا الوقت قبل دخول هذه الحكومة من أكثر من سنة الآن. ثم جاءت هذه الأحزاب المعارضة واشتركت في هذه الحكومة من هذا الكلام. أيضا المشكلة بيكم مو بس بالحزب الديمقراطي، أنتوا بقية الشركاء وياه. إذا تسمح لي أكمل، نحن كنا شركاء من أجل الإصلاح، لم نكن نريد أن نتقاسم كعكة أو نأخذ حصة أو نتقاسم الفساد، جئنا لكي نصلح. لكن للأسف الشديد يبدو أن البنيان والمنظومة بحاجة إلى وقت أطول لأن يظهر مثل هذه الإصلاحات، أو الخطوات تمشي بصورة بطيئة لأن هناك تكلس في مفاصل هذا النظام السياسي. سببها وجود رئيس لفترات طويلة؟ سببها وجود الرئيس وغير الرئيس وحزبه والحزبان والفساد الذي تراكم في الإقليم، وربما كما قلت التكلس في مفاصل العملية السياسية الآن لا يمكن علاجها بقرارات سريعة أو بارتجالية أو بسنة من مشاركة المعارضة في السلطة. طيب بسؤال أخير، المعطيات تقول أن السيد البرزاني باقي لسنتين ثانية؟
أنا باعتقادي أنه إذا تمت الإصلاحات المطلوبة من قبل الأحزاب المعارضة التي كانت معارضة سابقاً وأصبحت الآن في حكومة شراكة وطنية، فأعتقد أنه ليس هناك خط أحمر لأن البرزاني بشخصه يبقى في هذا المنصب لفترة أخرى إذا ما قدم هذه التنازلات. إذا ما قدم تنازلات وتم التوافق على حزمة الإصلاحات التي من خلالها ممكن أن نعمل هناك السيولة في الحالة السياسية والتحول الديمقراطي والإطمئنان إلى مستعب. اسمح لي أشكرك رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سيد مثنمي، شكرا جزيلاً أخي، حياك، أهلا بك. استدعت المجر السفير النمساوي في بودابست في ظل ازدياد النزاع بين البلدين وشأن معاملة المهاجرين، واستهجن وزير الخارجية المجري بيتر سيرات ما قاله المستشار النمساوي فيرنر فايمان بشأن معاملة بودابست للمهاجرين، وكان فايمان انتقد تعامل المجر مع اللاجئين وشبه سياستها بعمليات ترحيل اليهود اللي نفذتها ألمانيا النازية. وقال المستشار النمساوي شحن اللاجئين في قطارات وإرسالهم إلى مكان مختلف تماماً عما يظنون أنهم ذاهبون إليه يذكرنا بأكثر الفصول سواداً في تاريخ قارتنا. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معي هنا في الاستوديو الدكتور سلام الخفاجي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات. هاي الناس وين راح توصل؟ إلى حلم يعتقدون أنهم سيصلون إليه. و يبقى حلم لو يتحول كابوس. يعني هو بداية دائما الذي خاض عملية الهجرة أو كل أخواننا العراقيين اللي خاضوا الهجرة وخصوصا السياسيين اللي رجعوا بعد، هم يتكلمون عن هذه الكابوس الذي نمروا به بالبداية. هو صعوبات كبيرة جدا، من لم يخوضها لا يستطيع أن يتصورها، ولكن في النهاية سيجب أن يكون هذا الشخص يخضع إلى قوانين صارمة تضعها تلك الدول في آلية التعامل. يعني هذا التعامل تعتقدي طبيعي ويهيج أعداد؟ يعني هي حقيقة هنالك آلية الهجرة هي معروفة يعني لدى الدول اللي دخلت اتفاقية دبلن، خصوصا الدول الأوروبية وأيضا الدول المنتدى الهجرة العالمي. هذه يعني منتدى الهجرة العالمي هم يعرفون الآليات اللي موجودة عندهم، أنه إذا الشخص حينما يهاجر يدخل هذه الدول التي تخضع لهذه الاتفاقية، فإنه الاتفاقية تقول أنه يبقى في تلك الدولة التي دخل إليها. حسنا من كلامك دكتور ألمانيا، بس إذا سمحت لي من كلامك أفتهم أنه هاي تبرير لهذه الدول اللي تعاملوا العراقيين او السوريين. عفوا هو ليس تبرير، انا اقول ان هنالك اتفاقيه موجوده. الاتفاقيه تنص على انه حينما يهاجر الشخص يخرج الشخص يدخل الى دوله التي تقع في ضمن هذه الاتفاقيه فانه يجب ان يبقى في تلك الدوله. الان المانيا طرحت شيء جديد، قالت انه نحن كدول داخلين في هذه الاتفاقيه يجب كل هذه الدول انه ناخذها نستقبل المهاجرين ومن ثم نعيد تقسيمهم ونوزعهم على الدول الاخرى كما تفعل هي المانيا. المانيا هي عده ولايات، حينما يدخل الشخص الى منطقه معينه انه تعيد تقسيمه في اي مكان يوجد هنالك حاجه او امكانيه فراغ في الكامبات اللي موجوده فيحول. فهذه الطريقه انه تحويلهم الى دول اخرى هي حسب استعداد او قدره الدول، ولكن اليه طريقه التعامل مع المواطنين واخراجهم الى دول اخرى يجب ان تكون يعني كما يعني اوضحت قبل قليل تتناسب مع الكرامه الانسانيه. هذا المواطن حينما هاجر من بلده هاجر لاسباب مختلفه، هو مقتنع ان هذه الهجره انه هذه الاسباب هي عقلانيه واقعيه انه ادت به سواء كان عراقيا او سوريا او حتى افريقيا او دول اخرى. طيب. فهو يقتنع بشيء معين، والان نحتاج الى ان تكون هنالك مراعاه الكرامه الانسانيه في آلية الاستقبال، في آلية النقل، في آلية التوزيع. شلون تشوفين دور الحكومة العراقية؟ ممكن يكون لها بالبداية ممكن يكون لها دور، وإذا كان لها دور شلون ممكن تقيمين، شلون ممكن ينوصف؟ يعني الحكومة العراقية هي دورها أن يكون هنا الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع هي وزارة الهجرة والمهجرين إضافة إلى وزارة الخارجية العراقية. طيب. هي لا تستطيع أن تتعامل مع الملف. هنالك مؤتمر دولي سيكون كبير جدا في 14/10 في تركيا، هو المنتدى الدولي للهجرة والتنمية. هذا حيدرس هذه الوضعية الموجودة الآن وحيحدد كل دولة حتحدد كم عدد المهاجرين. العراق طبعا سيكون
يكون جزءا مهما في هذا المؤتمر، خصوصا انه يعتبر الدوله الاكثر مرشحه بانه اعداد مهاجرين منها كبيرين، اضافه الى سوريا، اضافه الى دول اخرى. راح يسمح للعراق ان يتابع موضوعهم؟ طبعا هو يجب ان يكون العراق جزءا مهما في هذا في هذه المعادله، ولكن يعتمد الامر على العراق هو كيف سيستطيع أن يتابع، كيف سيكون هو حاضراً. شنو المطلوب من عنده؟ يعني العراق من المهم جداً أن يكون هنالك هو التواء، يعني حينما سيعقد هذا المؤتمر، هذا المؤتمر هو وزارات خارجية الدول يعني المشتركة بها، العراق وزارة الخارجية العراقية مساندة من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين يجب أن تكون لاعباً كبيراً، بحيث أولاً هتعرف أعداد الحقيقية للعراقيين الذين هاجروا إلى هذه الدول، أعدادهم الحقيقية يشقد بيا أماكن، وهنا تبدأ مرحلة متابعة أوضاعهم الإنسانية اللي موجودة في المخيمات. نحن نقول إنه يجب أن ندعو هذه الدول جميعا إلى الاعتناء بالعراقيين والاهتمام بهم، لأنه كما صرح السيد وزير خارجية العراقي قال إنه إنهم يهاجرون لفترة لحين استقرار الوضع داخل العراق، لحين تعديل الأمور ونعود بهم. نحن نقول عفوا، انا يعني ما سمعت قبل 12 سنه، انا سمعت قبل يومين ثلاثه. لا هذا الكلام يقولون علي انه لقصد الوضع انه راح يستقر وراح يرجعون. بالبدايه كان لكم محاولات نرجع اللي يطلع قبل 2003، هسه زادت وطلعوا ناس اكثر بعد 2003. انا معك 100%، يعني احنا نحتاج الى ان يكون هنالك يعني الاستقرار في البلد، نحتاج الى بث الامل داخل هذا المواطن العراقي. يعني لا اريد ان اتكلم، يعني مع تكلمنا مع شخصيات سياسيه ومسؤولين على درجه عليا كبيره، لماذا يهاجر المواطن؟ ما هي مؤشرات الامن داخل العراق؟ المؤشرات الامن داخل العراق ان يكون هنالك للعراقي. بالتالي هذا العلن اعطت صوره سلبيه اكو تحركات يحاولون يتحركوها المسؤولين العراقيين. هسه الصوره واضحه لانه ما عاد الاعلام ما خلى شيء خافي، لكن اللي دا يصير بالعراق هسه هذا الشاب اللي يتحمل ها طريق البحر والمشي، شنو اللي شافه بالعراق يخليه يوصل هالمرحله ويطلع بهالطريقه؟ لانه يعني لا يوجد امن. خلينا نتكلم بصراحه، الانسان حينما يعني يحب هذه التربه، حينما يتمسك بها، نحن اكبر من عندكم، توصلنا الى حبينا هاي التربه تمسكنا بها، يعني مهما يكون احنا عندنا ارتباط معها، نريد ان يحس هذا المواطن بالمواطنه العراقيه ان يكون له امل في هذا البلد، انه ربما سيتحسن. هنالك امور اخرى، ما يقدم من مشاريع يجب ان تكون حقيقيه، ان تكون هنالك سياسه واضحه للدوله العراقيه تستطيع ان تحقق متطلبات المواطن العراقي. القانون الدولي الخاص بالمنظمات او الملتقيات اللي ذكرتيها حضرتك يسمح للعراق باتخاذ خطوات، يا اما يمنع الفيزا عن طريق تركيا، يا اما يعمل على عوده الارجاع القسري. القانون يمكن يسمح للعراق بهذه القضيه؟ ممكن يعني يخطو العراق هذه الخطوه؟ يعني حقيقه ما اتوقع هذا، يعني هذا اتكلم يعني انا بحسب قربنا من وزاره الخارجيه لا يوجد مبادرات بهذا الشكل، لا توجد مبادرات، بالعكس يعني حينما كانت الخارجيه العراقيه حين مثلت العراق في مؤتمر باريس بالعكس كانت هنالك محاولة طلب لدعم العراق للتخلص من هذه المجامع الإرهابية ولتحرير هذه المناطق ودعم النازحين العراقيين لكي يكون هنالك استقرار، تستطيع هذه الشباب العراقي أن يعود إلى الوطن. يعني خلينا نتكلم بصراحة، الآن من هو اللي يهاجرون؟ ليس الفقراء الذي يهاجرون، هو المتوسط الحال المثقف الذي يهاجر، ليس الإنسان البسيط المعدم، يعني الغالبية العظمى من هذه المستوى. فإذا انظر أنه بمن، يعني ما هي الآلية التي يجب أن نتبعها لكي نحقق الطموح داخل المواطن؟ هاي الطبقة اللي تحدثت عليها حضرتك يقول أن المثقف المتوسط الدخل بها انذار او جرس خطر بالنسبه لمستقبل العراق؟ طبعا، يعني انت عندك كوادر الاساسيه التي تساهم في بناء هذا البلد يجب ان تكون موجوده. الان انت عندك محاوله هذه، لأننا نقول لا نقول افراغ ولكن هنالك تقليل، فاذا لابد ان يكون هنالك خطوات سريعه للتعامل مع هذه الامور. ما هي اليات العمليه الواضحه او سياسات الوزارات المختلفه في تحقيق الخدمات او طلبات المواطنين؟ انا اتكلم اذا كان هنالك اني يعني قبل فتره قريبه طائره كالطائرات العراقيه او طائره عراقيه لمده 3 ايام تطير الى الهند تاخذ العراقي يروح يتعالج بالهند. خطوط الجويه العراقيه وزاره النقل مشكوره خصصت 3 طائرات، 80% من المواطنين العراقيين هم يروحون، هم يعني هو مريض ذاهب للعلاج، تدخل هناك المستشفيات 80% من المرضى هم عراقيين. يعني احنا ما تقدر وزارة الصحة
تفتح لها مستشفيات استثمارية لكي يتعالج بها المريض العراقي، تحافظ على أموال العراقيين، تحافظ على الكرامة العراقي، وتحافظ على مستوى الطب اللي كان مرتفع داخل العراق. يعني احنا هاي الطريقه اللي يخرج بها العراقي من نار رايح لهناك من ضمن افراغ العراق من طاقاته. ما ظل مثل ما نقول احنا، ما ظل دكتور براس خير موجع لي. اخي جيب لي استثمار دول، خد تجي هاي المستشفيات كلها تجي تسوي داخل العراق وبكل كوادرها، وجيب المواطنين العراقيين وشغلهم داخلها على الاقل. حافظ على دكتورة يعني طريقه، بس اذا سمحتي لي نكون واقعيين لو ما نكون واقعيين. نعم تدين استثمار و14 عامل يشتغلون بملعب، يروحون يخطفوهم عمال تراك. يا مستثمر هذا بعد يجيب عماله ويجي يعني، او يا مستثمر يجي يخلي فلوسه بهيك بلد. هي احنا حينما نقول يعني احنا ما نطلب نتيجه، احنا الان نريد المواطنين نتيجه، يريد يتعالج ببلده ومحافظ على كرامته. اذا ما هي مستلزمات تحقيق هذا؟ نحتاج الى امن، نحتاج الى قوانين استثمار مشجعه، نحتاج نحتاج نحتاج. فاذا احنا لابد ان تكون هنالك للوزارات سياسه واضحه تنفيذيه تعطى على مدى زمنيه. كل هذه الامور تصب بمصلحه حقوق الانسان. نعم انا اريد يعني احنا هنالك حق للمواطن، الحق في التنميه. الحق التنميه يشمل كل الحقوق، الحقوق الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه، كل الحقوق. انا اذا اريد التنميه داخل العراق، اريد احافظ على التنميه المستدامه، اذا احتاج ان يكون هنالك عندي صحه، عندي هناك تعليم صحيح، يكون عندي خدمات، عندي سكن، عندي كل شيء موجود يتوفر للمواطن. هذا كيف سيتحقق؟ لا يعني ما اقدر اني انام واصبح الصبح الاقي هذا متحقق. انا هذا الوقت المسموح به لي، اسمح لي اشكرك الدكتورة سلامة الخفاجي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك، شرفنا. شكرا. مئات الشباب يتظاهرون في الحفرية احتجاجا على البطالة وتردي الأوضاع. اجتماعات نقل الصلاحيات في حلقتها الأخيرة والبداية من الصحة والإسكان. روجت مصادر محلية خبر المفاد استثناء رئيس الوزراء السابق نور المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من قرار سحب أفواج الحمايات اللي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكان وينضم معنا الآن عبر الهاتف السيد محمد جميل مياحي عضو كتلة المواطن. حياك الله سيد سيد محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل وبمشاهديكم الأعزاء. طيب إذا ما تحدثنا عن هذا الخبر، شنو اللي سمح أو انطى استثناء للسيد عمار الحكيم والسيد نور المالكي من قرار سحب الحمايات؟ يعني طبيعة الحال الخبر عار عن الصحة. الآن إجراءات بدأت منذ أسبوع لإعادة هيكلة جميع الأقواد، من ضمنها الفوج الخاص بحماية شخصيات متعددة، من ضمنها سماحة السيد الحكيم. من المعلومة الفوج الذي هو تحت الذي يندرج سماحة السيد الحكيم ضمن حمايته هو فيه شخصيات متعددة، من ضمنها السيد هادي العامري، الدكتور موفق الرضيعي، ما يقارب 40 شخصية هي تحت هذا الفوج، وهو ليس فوج خاص بسماحة السيد الحكيم بل لعدد من الشخصيات، إضافة إلى منطقة الجادرية وأيضا جزء كبير من منطقة الدورة الجهة المحاذية للعرفات. واقعا نحن مع إجراءات قانونية وتعاملنا بمرونة كبيرة لإعادة هيكلة جميع الأفواج، ومن حق اليوم رئيس الوزراء وفق الخطة التي وضعها أن يقوم بإصلاحات وتقليل. طيب سيد محمد إذا سمحت لي، الأخبار أو الأرقام اللي ظهرت تقول أنه فوج المنطقة الرئاسية بأكثر من 1500 عنصر، بالتالي أنت تقول هاي 1500 أو إذا كان هذا العدد صحيح هي الأكثر من 40 شخصية مو بس السيد عمار الحكيم؟ نعم نعم، أنا بالأرقام لدينا هذا الفوج وليس خاص بالسيد الحكيم، بل هناك ما يقارب 40 شخصية حكومية منها يعني منها من أعضاء مجلس حكومة، أعضاء برلمان سابقين، وزراء، منهم ضمنهم السيد هادي العامري وزير البلديات، وزير حقوق الكثير من الوزراء هم تحت حماية هذا الفوج الرئاسي. الآن تم هيكلة الفوج وتقريبا لأكثر من النصف عادة هيكلته، وتوزيع القطاعات التي هي ليس ربما تكون لديها مسؤولية مباشرة إلى وزارة الدفاع،
علما ان الفوج منطقه الرئاسيه يقوم بمهام ضمن سرايا الحج الشعبي، وكذلك لديهم معسكر تدريبي في منطقه الدوره لتدريب ابطال الحج الشعبي. يعني سيد محمد تتاكد انه هذا الفوج تهيكل الى اكثر من النصف؟ نعم، تم هيكله الفوج والحاله حال الافواج الباقيه ولن يستثنى. الان تم هيكلته وتم يعني ارجاع العناصر التي ربما هي زائده الى وزاره الدفاع، وهذا اجراء قانوني نحن تعاملنا بمرونه كبيره بهذا الاتجاه. بس انت تتحدث عن مرونه، بس الاخبار او التقارير اللي تخرج تقول انتم ما راضين في كتله المواطن في المجلس الاعلى بشكل كامل عن هذا الامور، يعني اتهمتوا اللجنه المشكله للاصلاحات بانها يعني ما تمتلك استراتيجيه واضحه لعملها. يعني هذا كلام غير دقيق، اتمنى ان تنطيني تصريح رسمي لاحد افراد تيار سيد المحراب اعترض او ربما شكك في نوايا هذه اللجنه. نحن لحد الان نتعامل بمرونه كبيره، لم نعترض على اجراءات قانونيه، نحن رواد الاصلاح، لا احد يزاودنا اليوم على الاصلاح. طيب. منذ سنوات نحن ننادي بالاصلاح ونطالب بان تكون هناك شفافيه عاليه بالاصلاح، ونعتقد الاصلاح ليس بتقليص فوج هنا او هناك، بل هناك اصلاح حقيقي في مؤسسات الدوله، هناك حيتان، هناك فساد، هناك استئثار بالسلطه. طيب. هناك حزبنا لمؤسسات الدوله، علينا ان نتعامل بشفافيه عاليه ولا نحاول السيطره على عاطفه الجمهور باجراء هنا او هناك. طيب اسمح لي اشكرك السيد محمد جميل المياحي عضو كتله المواطن. في منطقه الحفريه في واسط تظاهر مئات الشباب العاطلين عن العمل مرددين بالسياسات الخاطئه اللي ادت الى دفع الشباب الى هاويه الياس والتفكير الجدي بهجره البلد. اليوم مشكله البلد حديث الساعه هجره الشباب العراقي العاطل عن العمل الى خارج البلاد، ليه ماكو فرص عمل؟ نقول الحل جدا بسيط يا اخي، حل المجالس المحليه في الاقضيه والنواحي في عموم المحافظات. كل محافظة ما لا يقل عن 500 عضو مجلس محلي برواتبهم، بإمكان تعيين ما لا يقل في كل محافظة عن 2000 شاب وشابة عاطلين عن العمل. واللي يقول الإصلاحات تخالف القانون، نقول له يا قانون اللي يسمح مجالس المحلية تبقى 11 سنة، يا قانون اللي يسمح مدير الناحية يبقى 11 سنة. شنو احنا من الأقضية والنواحي بالعراق نظام الحكم عندنا ملكي؟ يعني شلون مدير الناحية يبقى مدى الحياة؟ أجلنا شهادة والحمد لله والشكر، تمويل ذاتي منا وبينا، لا أحد مساعدنا ولا شيء، ولا يقولون أحزاب ولا شيء، شباب الله وكلك شباب، قاعدة نار كلها قاعدة، نار قلاته قاعدة، ماكو مصرف اليوم والحمد لله والشكر، احنا معتصمين وضالين، شو وراني؟ ما ورانا شيء، ما ورانا شيء، ما حيقول مطالبنا، نعوف لهم، الله وكلك نعوف لهم، نهجمهم ونعوف لهم، نروح نهج، نلحق ربعنا البلمانية. تظاهرتنا اليوم تظاهرة سلمية، الهدف من عندها إقالة مدير الناحية اللي صار 11 سنة هو والمجلس البلدي، ملينا شبعنا فساد من عندهم، ملينا طفح الكيل، كافي نقول لهم كافي. البارحة اتفقنا وياهم على إقالة مدير الناحية وصار اتفاق، وقالوا أخذوا من عندي عهد وأخذوا من عندي وعد، سيد مكي إحنا نطالبه، سيد ابن رسول الله رئيس المجلس البلدي البارحة قال الساعة 8 تظاهرة تنطلق الساعة 9، قال الساعة 8 الكتاب الإقالة يمكم، وإحنا طلعنا للساعة 9:30 يعني انطلقت المظاهرة، وهسه جينا هنا للسيد مكي والأعضاء المجلس البلدي، لاكو تصويت ولاكو إقالة المدير الناحية، ويقول اخذوها من عندي. انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة بشدة حصول شركة جي فور اس البريطانية على عقد بقيمة 200 مليار دينار عراقي لتوفير خدمات الحماية الشركة غاز البصرة، وقالت نعمة هذا هو الفساد بعينه مبينة، أن هذه المبالغ لو خصصت لعمال بصريين لما بقي شخص عاطل عن العمل في المحافظة. في الأمانة العامة المجلس الوزراء عقدت اللجنة العليا نقل الصلاحيات اجتماعها بحضور الوزراء المعنية الوزارات المعنية، وجرى التباحث في نقل صلاحيات وزارتي الإسكان والصحة. هناك تصاريح للشخصيات المعنية، قبل ما أترككم مياه التصاريح اسمحوا لي أن أشكركم لحسن الاستماع والإصغاء والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه. التوجه قائم بنقل الصلاحيات وتأكيد الإدارة اللامركزية. هناك بعض القرارات التي اتخذت خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا التي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، وبموجبها جرى تعديل لقانون المحافظات، وعلى أساس ذلك أيضا قسمت الصلاحيات ونقلها إلى 3 فئات تقريبا. الفئة الأولى الصلاحيات التي يمكن نقلها مباشرة، وهو ما وجه به السيد رئيس الوزراء أن تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الاتجاه،
هناك صلاحيات تحتاج إلى وقت، ربما 3 شهور أو 6 شهور أو سنة، وكحد أقصى 2 سنين. وهناك إجراءات هي من اختصاصات أو صلاحيات هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية، وهناك وضوح في الفصل بين اختصاصات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. نحن عقدنا سلسلة اجتماعات مع الوزارات الثمانية التي بدأت عملية نقل الصلاحيات بها بموجب ما تم الاتفاق عليه سابقا. يعني من غير الصحيح أن نعمل على مشروع معد، هذا إحنا لما نأتي إلى اجتماعات المفروض اجتماعات تدرس وتحلل الوظائف وتناقش وتقرر بعد ذلك. يعني المناقشة اللي إحنا فيها الآن هو بمشروع معد مسبقا من وزارة الإعمار والإسكان، أنه 3 وظائف فقط تنتقل إلى المحافظات اللي معنية بالإسكان والمباني والمشاريع الأخرى. هذا الموضوع إحنا لما اعترضنا عليه الآن اعترضنا لمسائل متعلقة بمسؤولية وطنية. جميع مؤسسات وزارة الإسكان إحنا معنيين بنهوض بها لانقطاع عام، وكل مؤسساتها هذه الآن متلكئة في العمل لأن مشاريع ما موجودة عندها، ما حد يحين مشاريع إلى هذه المؤسسات لأنه فقدت سمعتها في المجال العملي في المشاريع. وكنا كل مجالس المحافظات قررت أنه جميع مشاريعها تحل لشركات أجنبية.